نظم حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شارك في المؤتمر مختلف شرائح المواطنين بالمحافظة الذين أعربوا عن دعمهم التام للمرشح عبد الفتاح السيسي لما قدمه لمصر وللمصريين من إنجازات وما شهدته محافظة مصر بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من مشروعات أحدثت طفرة على جميع المستويات. اليوم طبعا بنسعد بحضور هذا المؤتمر الحاشد الذي تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج. حقيقة أعداد كبيرة جدا من أبناء هذا الوطن وهذه المحافظة العظيمة من السيدات والرجال والشباب اللي حضروا هذا المؤتمر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية رئاسية قادمة. عايز أقول للرد الجميل لما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود وتضحيات من أجل الشعب المصري. أنا على ثقة بأن طبعا محافظات الصعيد وبالذات محافظة سوهاج هيكون ليها يعني دور كبير جدا في التواجد أمام اللجان الانتخابية يوم 10 و11 و12. حزب حماة الوطن هو أول حزب طالب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنزول للترشح في الانتخابات الرئاسية لتجديد الثقة ورد الجميل للسيد الرئيس لما بادره من إنجازات. بوجه رسالة للشعب المصري أن هو نصطفي جميعا خلف سيادة الرئيس، لأن الخطورة اللي على الأرض المصرية وعلى الدولة المصرية لا تقل عن الخطورة وقت 30/6 لما نشدنا سيادة الرئيس أن هو ينقذنا من حكم الإرهابية. كان يوم مشرف جدا لصعيد مصر. إحنا النهاردة في محافظة سوهاج في محافظة أصيلة صعيد مصر، يعني كمية ناس جم عمرنا ما كنا نتخيل نشوف هذا الحشد العظيم اللي جاي يؤيد ويبايع سيادة الرئيس، اللي جاي حاسس ان سيادة الرئيس عايشه في أمان وان هذا الرجل نظيف القلب ونظيف اليد هو الوحيد اللي يقدر يكمل معانا المرحلة المقبلة، المرحلة اللي كلها مخاطر، المرحلة اللي فيها العالم كله مشتعل.